في حاجات تانية كتير ممكن تخليك تنزل من نظر الست اللي قدامك، ومنهم ان انت تبقى مش قد كلمتك. يعني ان هي مثلا تقولك ان احنا هناخد مثلا بيت، نشتري مثلا بيت امتى، فتقول لها ماشي يا حبيبتي السنة الجاية هكون حوشت وظبطت وهنشتري البيت اللي نفسك فيه. تعدي سنة واثنين وتلاتة وانت مطنش او بتتملص او بتهرب او بتدي اعذار، او كون صريح من الاول، قول والله انا مش هقدر اشتري البيت ده، لكن ما تقولش كلام وترجع فيه. هتيجي تتقدم امتى؟ الشهر الجاي. يفوت شهر واثنين والمواسم الاربعة كلهم وسنة واثنين وانت بتتهرب. بتنزل من نظر الست اللي قدامك قوي قوي قوي. الراجل في كلمته، الراجل بجد اللي بيقول كلمة وطالما طلعت من بقه وتبقى على رقبته لازم ينفذها، او من الاول يكون عنده الشجاعة الكافية اللي يقول انا مش هعمل كده.